بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. على بالي طولت عليكم، عندي بزاف ما حطيتش فيديو. كما كنت قلت لكم كنت مشغولة بلاتولي اللي درتو السمانة اللي فاتت. نشكركم كامل اللي سقسيتوا عليا، ونشكر بزاف مريم سيدي يعقوب، هكذا اسمها في اليوتيوب، اللي دايما تخلي لي تعليقات هايلة ومشجعة. يعطيكم الصحة كامل. دونك اليوم حندير معاكم وصفة باتيسري فرنسية معروفة، لوبيغا، بزاف يعرفوها، واللي ما يعرفوهاش سييت نبسطها لكم ونسهلها عليكم، وسورتو نمد لكم مقادير مضبوطة مع القيس تاع لومول، هكذا ما يجوكمش صعوبات وتتشجعوا باش تسيوها. نبداو الوصفة مع بعض. المرحله الاولى نوجدو لو بيسكوي جوكوند، هذا لو بيسكوي معروف، الطريقه ديالو تصيبوها بارتو. المقادير اللي راح نمد لكم ديروهم في ان مول تاع 18 سنتيمتر، ان مول كاري ولا حتى 20 سنتيمتر. دونك عندي هنايا 100 غرام سكر غلاس، نجوزوه في الصفايه في نفس الوقت مع 100 غرام لوز ولا اي مكسرات مرحيين، بقشرهم ما تحمصوهمش، ولا درتو الكاوكاو حمصوه مليح. المهم هذا لو بسكوي يخرج بالكاوكاو. دونك فوالا نصفيوهم مع بعض ونحطوهم في ان ريسيبيون، نخلوهم تكوتي. هنايا عندي 4 بياض بيض، نطلعهم كي التلج مع قرصه ملح. كي يبداو يطلعوا نزيدو لهم 30 غرام سكر عادي، نزيدوه على 3 مراحل. دونك يطلع البياض هذاك، نبداو نزيدو الخطره الاولى الثانيه الثالثه حتى نكملو ويتشكل لنا هذاك لو باك. فوالا نعاودو نولو لهذاك اللوز والسكر غلاس، نزيدو عليهم 4 حبات بيض كبار. هنايا راني حاطه 3 باسكو البيض اللي كان عندي بزاف كبير. المهم نتوما ديروا واش راني نقول لكم، 4 حبات بيض، نضربوهم بالباتور مليح مع السكر غلاس واللوز تقريبا حتى يطلعوا يولي لو ميلونج خفيف. من بعد نزيدو لهم 30 غرام فرينه، نصفيوها ونزيدوها. وهنايا نزيد تقريبا نص باكي خميره كيميائيه، ما كاش في الوصفه الاصليه، بصح كيما قلت لكم حنايا لي برودوي تاعنا تاع الجزائر دائما نعاونوهم بلا لوفور كيميك. ندخلوا الفرينه غير بالعقل بلو فوي من الفوق للتحت. من بعد نزيدوا بياض البيض اللي كنا طلعناه على 3 خطرات هكذاك، وكيف كيف بنفس الحركه من الفوق للتحت. واخر حاجه عندي هنايا 30 غرام مارغرين، ذوبتها خليها تبرد شويه ونزيدها، ندخلها في كامل لو ميلونج غير بالعقل من الفوق للتحت حتى تولي ما تبانش كامل. من بعد هنايا نروحو نطيبوها ديريكتومون. عندي ان بابي كويسون، انا طيبتها على خطره اللي عنده فوق كبير، سينو تقدروا تقسموا الكميه على 3 وطيبوا بالوحده ما يصرا والو. انا هنايا واش درت بابي كويسون في ان بلاطو كبير. انا لو مول اللي استعملته كيما قلت لكم 18 سنتيمتر، دونك درت حسابي قيس 3 خطرات هذاك المول هكذا باش يجيني في الطول، والعرض يقعد 18 سنتيمتر، وشنو زدت زوج سنتيمتر من كل جهة في الطول وفي العرض باش هكذا يكون عندي لوسع كي نقطع. ورسمت من تحت بالستيلو باش نعرف الحد ديالو، نورمالمون تكونوا فهمتوا ان شاء الله. حطيت لو غاتو ديريكتومون، نسقمو مليح بون سباتول ونحطو يطيب على 180 درجة تقريبا، يشد 10 حتى 15 دقيقة خاطش طبقة رقيقة. كي يطيب حمروه شوية من الفوق، هاد لو بيسكوي ما تسناوش يكون محمر كي يطيب، نو يقعد توجور بيض شوية. وبعد ما يطيب كيت نحوه من الفوق، حطوه ديريكتومون فوق ان تورشون نقي يكون مشمخ شويه، وخلوه تكوتي وكملوا كامل المراحل. تقدروا هاد لو غاتو طيبوه ليله من قبل وهكذا تسهل عليكم الخدمه. هنايا بعد ما برد تماما غطيت الوجه ديالو بان بابي كويسون واحد اخر ونقلبو فوقو باش هكذا نحي لو بابي اللي من تحت. علاش نقلبو فوق ان بابي؟ باش كان نحطو ديريكتومون في بلاطو ولا في طورشون راح يلصق الوجه ديالو، هكذا نضمنو باللي ما يلصقلناش. من بعد نجيب لو مول كاري اللي راح نستعمل، واللي ما عندهاش هاد القيس تقدر دير لو مونتاج بلا بيه هكذاك ديريكتومون. فوالا كيما قلت لكم كيما درت حسابي جاني لو بيسكوي سوا سوا باش نقطع به 3 طبقات تاع لو بيسكوي، نقطعهم ونحطهم تكوتي كيما قلت لكم ونكملوا باقي المراحل.
اخر مرحله نوجدوا لا كريم او بور، كريمه الزبده. هاد الكريمه بزاف هايله ونورمالمون سهله في التحضير ديالها. هنايا عندي 90 غرام سكر عادي مع 30 غرام ماء اللي هي تقريبا ربع كاس تاع ماء. نحطوهم في كسرونه ونحطوهم فوق النار يغليو، نار متوسطه. هنايا لازم يلحق لو سيغو ديالنا ل 115 درجه مئويه. اللي ما عندهاش لو ترمومتر وماشي لازم، شوفوا كي يبدا يغلي يا اخي يبدا يدير فقاعات صغيورين. نتوما قعدوا تعسوا فيه غير يبداو الفقاعات يكبروا، تولي الفقاعات كبيره لتما طفوا عليه. كي يبدا هو يغلي حنا واش نديرو؟ نشدو ربع صفار بيض تاع مقبل اللي قعدوا لنا، نبداو نضربوا فيهم بالباتور، نطلعوهم شويه مع هاد الوقت يكونوا هادوك الفقاعات كيما قلت لكم بداو يكبروا تاع لو سيغو. نجيبوه ونبداو نفرغوه اون فيلي كي الخيط فوق صفار البيض ديالنا، ونكملوا نضربوا بالباتور على اقصى سرعه بدون توقف لوين نلحقوا حتى يبرد كامل لو ميلونج، باسكو يكون سخون بزاف. تقعدوا غير تمسوا بيدكم برا مع البرا من برا على لو ريسيبيون وغير يبرد، تولوا تحسوا راحت كامل الحراره. واش نزيدوا؟ نبداو نزيدوا في 150 غرام زبده طريه، نزيدوها مورسو بار مورسو، ما تزيدوهاش على ضربه، تزيدوا وتدخلوا هذيك الكميه باش تزيدوا كميه واحده اخرى. من الاحسن هنايا تستعملوا الزبده، مي بيان سور اللي ما عندهاش تقدر دير مارغارين وتكثر برك لا لي زاغوم لا فاني كيما هنايا لو غاتو اوبيرا ذوق القهوه. انا هنايا زدت عطر القهوه، اللي ما عندهاش تزيد تحط شويه نسكافيه تذوبها في الماء حتى تبرد ومن بعد تزيدها، ولا ديروا الذوق اللي تحبوه. المهم اذا درتوا مارغارين كثروا شويه لافاني. هاد لا كريم بزاف هايله وتجي طريه وبنينه. ودوكا نبداو في المونتاج. هنايا نجيب لو مول اللي راح ندير فيه المونتاج، نحطو فوق هاد الكرتونه الا كانت متوفره تساعدكم بزاف. هنايا عندي شويه نسكافيه، انا ما درتش لو سيغو، درت ديريكتومون نسكافيه مع ما سخون باش هكذا نقص شويه السكر. هي في الاصل يديروا ان سيغو بالسكر عادي وينكهوه بالنسكافيه، دونك انا ننصحكم ديروا هكذا ديريكتومون سهله وتاني تنقص شويه الحلاوه. نحطوا لا بروميير كوش في لو سيرسو ديالنا، نسقيوها بالنسكافيه. من بعد انا هنايا نديرو الطبقه الاولى في لو غاتو اوبيرا، هي لا كريم او بور. انا شديت الكميه تاع لا كريم او بور قسمتها على زوج وحطيتها في اون بوش، وندير طبقه اولى باش يجوني تجيني الطبقه متجانسه ماشي جهه عاليه وجهه حابطه. من بعد نسقمها هكذا شويه بلا سباتول ونحطها دكوتي باش نوجد الطبقه الثانيه. غاناش شوكولا، هنايا عندي 100 غرام شوكولا نقطعها مرصوات صغار، هاي ليك لا مارك اللي استعملت، ونزيد عليها 120 غرام كريمه طازجه نكون غليتها مليح، نفرخها فوقها ديريكتومون، نخليها كالكو سكوند. من بعد نبدا نحرك هكذا حركه دائريه من الوسط للبرا حتى تذوب كامل الشوكولا وتولي لي غاناش. يجي بهاد لهاد الزوج مكون لي مارك اللي نخدم بهم يمد لكم نتيجه هايله. شوفوا لو لا غاناش كيفاش تجي بغيونت وبنينه او ميم طون. اذا كانت عندكم مخبيه في الكونجيلاتور تقدروا تجبدوها تدفيوها فوق النار وتحطوها ديريكتومون. انا نوجدها وجدتها في نفس الوقت، خليتها دكوتي لو طون اللي نحط الطبقه الثانيه تاع لو بيسكوي. هنايا نحطو فوق الطبقه الاولى تاع لا كريم او بور، نسقمو بيان باش ما يقعدوليش الفراغات، ونجيب النسكافيه نكمل نسقي الطبقه الثانيه تاع البيسكوي. هنايا وريت لكم الزبده اللي استعملتها، هذه هي ماهيش لو غو تاعها ماهوش فريمون غو تاع الزبده، بصح تسلك خير من لا مارغارين. هذا واش لقيت، ودير 26000. من بعد نجيب لا غاناش نفرخها، نديرو طبقه ما تكونش خشينه بزاف، نخلي الطبقه تاع لا غاناش تشد روحها شويه. تقدروا تحطوها في الفريجيدار ولا مام هكا في غير قدامكم تشد روحها تمتم باش نزيدو نحطو الطبقه الاخيره تاع لو بيسكوي. كيف كيف نعاودو نسقيوها بلو نسكافيه.
انا هنايا في هاد الكميه تاع لو غاتو درت تقريبا زوج مغارف كبار نسكافيه مع نص كاس ماء، هادو اللي شربت بيهم كامل لو بيسكوي. واخر طبقه هي لا كريم او بور، نعاودو نحطوها بنفس الطريقه، نسقمو لها الوجه ديالها قد ما نقدرو بلا سباتول. هنايا نحطها في الفريجيدار تريح باش نوجد لها اخر طبقه. عندي هنايا 60 غرام شوكولا، خيروا الشوكولا اللي تحبوا. انا هنايا درت امباسادور، حطيتها في حمام مائي كي تذوب كامل، نزيد لها زوج مغارف كبار زيت عادي، نحرك مليح حتى يدخل الزيت في الشوكولا، ونحطها كطبقه اخيره فوق لو غاتو ديالنا. كما دائما نقول لكم كي ديروا غلاساج من الفوق سيو ما تقيسوش كامل بالمغرفه باش هكذا يجي الوجه ديالو شباب. حركوا المول ديالكم في كامل الاتجاهات حتى يتسقم الوجه ديالها. هنايا في هذه المرحله نحطوها في الفريجيدار تقريبا زوج سوايع ولا قد ما تقدروا، المهم ما تحطوش هاد لو غاتو في الكونجيلاتور ماشي لازم. فوالا هنايا انا جبتها من الفريجيدار خليتها تقريبا نص ساعه، ومن بعد جيت نحيها، ما استعملتش ميم با لو شالومو، تنحات لي ديريكتومون من المول ديالها. نجيبو نقطعو الاطراف اذا حبيتو ديرو المنظر النهائي هكا شباب ومتحوف. نحطو موس تاع منشار في ما دافي ونمسحوه ونقطعو ديريكتومون باش الطبقات كامل يجو باينين والتقطاع يجي شباب. وندي شويه من لاغاناش اللي قعدت لي نحطها في اون بوش، ندير ثقب صغير ونكتب لو مو اوبيرا بيان سور اختياري. تقدروا تقطعوا لو غاتو حبات فرديين وفي كل حبه تكتبوا كلمه اوبيرا، تزوقوها تقدروا ترشوا شويه كاكاو لا فوي دور كيما درت، ولا شويه لوز حبات لوز، ولا هاد الشكل النهائي بيان سور كل واحد واش يحب. فوالا دونك هكذا يكون لو غاتو اوبيرا واجد. هاد لاباتيسري يعني كيكه فاخره من افخر الكيكات الفرنسيه كما قلت لكم، ولوغو ديالها بزاف هايل. يعني انا ننصحكم ديروه سورتو كي تكون عندكم هكا مناسبات. المكونات ديالو عندنا حنايا ماشي زعما حاجه لي كبيره، والمراحل ديالو كامل تنجحوا فيهم، ما كاش زعما مرحله هكذا حساسه ولا اللي لازمها اكسبيريونس ولا واحد يكون بروفيسيونيل. دونك سي بوغ سا خممت في لو غاتو اوبيرا، حبيت نشارك معكم. دونك ان شاء الله تتشجعوا وديروه، خاصه كي ديروا كميه صغيره كيما هذه ما راحش يعييكم. وتقدروا كيما قلت لكم ديروه على مراحل، توجدوا كامل هاد لي زيتاب قبل بنهار ولا زوج، وديروا المونتاج في نهار باش ما تعياوش. دونك ان شاء الله نستنى تطبيقاتكم في لو جروب ديالي في الفيسبوك وصفات شهرزاد، والى الملتقى.